فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه نشاطاً قام عن يسار أبي بكر، وصار أبو بكر يأتم به والمسلمون يأتمون بأبي بكر، فهل دخول الإمام بعد أن يكبر المأمومون تكبيرة الإحرام هو حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، للإمام أنه يتقدم ويتأخر الخليفة، يتأخر الخليفة، ولكن أبا بكر بقي في مكانه عن يسار الرسول من أجل أن يبلغ الناس، لا الخليفة يتأخر ويتقدم الإمام. قد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر مرة، جاء وأبو بكر يصلي أو سيصلي بالناس فتأخر أبو بكر، تأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال: ما لك يا أبا بكر تأخرت؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا دليل على أنه للإمام أنه يأتي ويتقدم ويتأخر المأموم، وإن استمر المأموم فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تأخر ثم حضرت الصلاة، فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وصلى بالمسلمين، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ودخل مع المسلمين في الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.